لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الرياضية المغربية اولا باول. كانت المقابله اللي هي كانت بالنسبه لنا احنا كانت صعيبه، جينا عارفين القيمه ديال فريق الاتحاد البيضاوي. كنا عازمين باش نقوموا بمقابله جيده، الحمد لله اللاعبين كانوا مركزين بشكل كبير، اداو مقابله نقولوا في المستوى، حاول ما يمكن يستغلوا الفرص اللي جات. فكنظن ان هذه المقابله تزيد تشجعنا ان نزيدوا نشتغلوا ونزيدوا نكونوا اكثر تركيز ان شاء الله في المناسبات اللي جايه والمقابلات اللي جايه باش نبقاو بنفس الجوده ان شاء الله.